أقل من شهر بعد مصارحة ميشيل بلاتيني له بالتقاعد، توجه كانتونا إلى إنجلترا، وعلى الرغم من قضاء أسبوع للمحاكمة مع شيفيلد وينزداي، وقع عقدا مع ليدز يونايتد بمبلغ 900,000 يورو فقط في يناير كانون الثاني عام 92. لقد كان له تأثير فوري وسجل 3 أهداف في 15 مباراة، وساعد في العديد من الأهداف الأخرى في الطريق إلى الفوز بدور الدرجة الأولى الإنجليزي في أول موسم له مع الفريق. لا يزال متقلبا للغاية، ولم يجعل الأمر سهلا على مدير ليدز هوارد ويلكنسون لضم كانتونا إلى جانبه، وعندما استقر إليك بيرغسون في مانشستر يونايتد بشكل عرضي حول توقيعه، تم الاتفاق على النقل في نوفمبر 92 مقابل مبلغ قدره 1,200,000 يورو. حتى الآن مناصرو ليدز يندمون على اليوم الذي خسروا فيه الفرنسي الغامض. في المقابل لا يزال اسم كانتونا يرن حول ملعب أولد ترافورد. الملك إيريك، هذا الرجل يعتقد الكثيرون بأنه مسؤول عن سيطرة مانشستر يونايتد على الدور الممتاز للعقدين القادمين. قبل وصوله كان موسم يونايتد مخيبا للآمال، وهو يهزم أمام أمثال نادي نوريتش سيتي وبلاك بيرن روفرز وأستون فيلا وتشيلسي، وفي السابق الافتتاحي للفوز بلقب الدوري الممتاز. الأهداف كانت صعبة المنال، ولكن كانتونا غير الأمور. لقد سجل وخلق العديد من الفرص، ومكن يونايتد من الفوز بفارق 10 نقاط في أول لقب له منذ عام 67. كان أول لاعب يفوز بشكل متواصل بأعلى ألقاب التقسيم الإنجليزي مع أندية مختلفة، ولقد ساعد مارسيليا في الفوز بالدوري الفرنسي في عام 1991، وكان في الواقع اللقب الثالث على التوالي. لكنه لن يكون كانتونا دون بعض الجدال، فلدى عودته إلى ملعب آيلاند رود للعب مع ليدز في ذلك العام بصق على مشجع وغرم 1,000 أورو من قبل اتحاد كرة القدم. توالت الألقاب في عام 94 جنبا إلى جنب مع النصر في كأس الاتحاد الإنجليزي، وميدالية لوصيف بطل في كأس رابطة أندية المحترفين. لكن كان هناك تفكير دائم بطبيعة الفرنسي المضطربة، والدراما الأكبر لم تأتي بعد. أكثر بطاقة حمراء مخزية على الإطلاق، كريستال بالاس في 25 يناير عام 95، أوقف كانتونا من جراء ركله لريتشارد شو، وبينما كان يسير نحو النفق، اتخذ القرار الأكثر ضررا في مسيرته الرياضية. مشجع بالاس البالغ من العمر 20 عاما، ماثيو سيمونز، ركض 11 صفا من الدرج يصرخ بإهانات عنصرية على الفرنسي. غضب كانتونا ووجه ركلة بأسلوب الكونغ فو وسلسلة من اللكمات، حيث قام العديد من اللاعبين بإبعاده عنه وورطوا أنفسهم في مشاهد غاضبة، وثار جمهور كريستال بالاس. تصرف كانتونا العنيف تصدر عناوين الصفحة الأولى في جميع أنحاء العالم، مما اضطر النادي للتحرك ضد لاعبه النجم. مانشستر يونايتد استبعد إيريك كانتونا من جميع مباريات الفريق الأول للفترة المتبقية من الموسم لـ 94 و 95، بالإضافة لذلك تم تغريم اللاعب بالحد الأقصى للمبلغ المسموح به بموجب عقده. اتخذ نادي يونايتد بعض الإجراءات، ولكن ذلك لم يكن كافيا لاتحاد كرة القدم، فقد ضاعفوا عقوبته على الفور. الرئيس التنفيذي جرانت كيلي وصف الهجوم بأنه وصمة عار في لعبتنا التي جلبت العار على كرة القدم. وقد قرر أعضاء اللجنة أن إيريك كانتونا ينبغي حظره على الفور من جميع أنشطة كرة القدم، وذلك حتى 30 من سبتمبر 1995. شرطة لندن وجهت له تهمة الاعتداء، مما أدى إلى فوضى عند مثوله أمام المحكمة، وازداد ازدراؤه لوسائل الإعلام، وحكم عليه بالسجن حسب الأصول لمدة 2 أسبوع. خفضت إلى 120 ساعة في خدمة المجتمع للتعويض عن الاعتداء.
وبعد الحكم عليه أدلى كانتونا ربما بمقولته الأكثر شهرة مع حشود وسائل الإعلام في انتظاره ليدلي في النهاية بجانبه من القصة في مؤتمر صحفي تلفظ بجملة خفية وكرر ذلك بالفرنسية ثم خرج. لقد قال عندما تتبع طيور النورس سفينة الصيد ذلك لأنها تعتقد أنه سيتم رمي السردين في البحر. شكرا جزيلا. وفي الوقت نفسه أدلى المشجعون نسختهم الخاصة من الحكم. أعتقد أن إيريك كانتونا فقد عقله. إنه يتصرف كإنسان فقط. نعم حسنا، أنا بالتأكيد لا أريد أن يتصرف شخص إنسانا كهذا معي أنا. عام 95 لم يكن مجرد اختبار لكانتونا ولكن لمانشستر يونايتد ايضا، من دونه ضيع النادي لقب الدوري الممتاز في عام 95، وكافح اليكس بيرغسون لمنعه من الانسحاب من المباراة تماما. بينما كنت موقوفا عن اللعب لمدة 9 أشهر كان علي التدريب ضعفي الاخرين لانني لم العب بمباريات وبدأت انحرف بعيدا. كانتونا عاد على الرغم من عودته ضد منافس يونايتد الكبير ليفربول، مما نتج عنه الأداء الكلاسيكي لكانتونا وسجل هدفا وصنع آخر. إذا لم يقرر تمثال البطل الخاص بعد، كان بعد ذلك عندما قاد كانتونا مرة أخرى فريقه للفوز بلقب الدوري في عام 96 وصنع لقبا متتاليا آخر في عام 97. ولكن اعتزاله في نهاية ذلك الموسم فاجأ الجميع في 31 من العمر. شعر الكثيرون بأنه لا تزال لديه عدة سنوات ليضيء فيها الدوري الممتاز، ولكن في تصريح له كانتونا أنهى مسيرته بطريقة جميلة. لقد خططت دائما إلى التقاعد عندما كنت في القمة، وفي مانشستر يونايتد وصلت إلى ذروة مسيرتي الاحترافية. بعد 5 مواسم في النادي غادر كانتونا يونايتد مع 4 ألقاب بالدوري الممتاز ومع 2 كأس لاتحاد كرة القدم و3 شارتي شيلدز، وسجل 82 هدفا في 185 مباراة، ولكن مجده ذهب أبعد من ذلك